عسلامة، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم الوصفة اللي طلبتوها مني ووعدتكم باش نعملها لكم في أقرب فرصة، اللي هي البسكوي كروكان. وعملت معها السيتروناد على خاطر نعرف البسكوي هذا احنا عندنا في المستير ديما لازم معها سيتروناد، ما يتاكلش من غير سيتروناد. دونك عملت لكم فرد وصفة وفرد فيديو البسكوي كروكان هذا كان تاع البلاكيت ولا اللي تحبوا تسميوه، ومعاه السيترونات مادام الدنيا سخنت ودنيا صيف وشوية سيترون ديما يفرهد وينعوش العبد. دونك خليكم تشوفوا المراحل كيفاش عملتهم وان شاء الله تعجبكم الوصفة. ملاحظة صغيرة، المكونات الكل لي زانغريديون الكل باش تلقاهم لوطا في الانفو بوكس في البواط دام فو تحت الفيديو. اذا حسيتوا روحكم تخلصتوا شوية ولا كثروا عليكم المكونات باش نكتبهم لكم الكل في الانفو بوكس. خلينا نبداو مع بعضنا ونشوفوا كيفاش عملناهم. هذه من المكونات متاعنا اللي باش نعملوا بيهم البسكوي كروكان متاعنا او البسكوي متاع البلاكيت كيما تحبوا تسميوه. اول حاجه عندنا 450 غرام فرينه، الفرينه عندنا عاديه فرينه متاع كل شيء. عندنا لهنا 300 غرام سكر، وعندنا لهنا وحده سكر فانواز، السكر مع متاع فيغو فلور دورانجي او نكهه الزهر ماء الزهر. اذا تحبوا تنجموا تحطوا ماء زهر عادي، اذا ما عندكمش تنجموا تحطوا شويه ماء عطرشيه، والا تستعملوا السكر فاني. هذا مطعمه ياسر بنين ويعجبني في البسكوي والحاجات هذوما، وراني مانيش خالصه على الببليسيتي هذيا، جوست نصحتكم على خاطر ياسر بنين. عندنا اربع عظمات، اربع بيضات، وعندنا ابيض عظمه، هذوما للبشكوتو للبسكوي للحشو، وهذه اصفر عظمه من بعد خليتها باش ندهنوا بيها البسكوي من فوق كي باش ندخلوه للفور. عندنا 100 مليلتر زيت زيت نباتي عادي. عندنا لهنا 250 غرام ما بين لوز احمر كامل ومش مقلي وما بين بيستاش، يعني 250 غرام ما بين البيستاش واللوز المقلي كامل. تحبوا تحطوا فيه نتوما بوفريوا، تحبوا تحطوا لوز اكاهو، تحبوا تحطوا بيستاش، انتوما عندكم الاختيار. اما هو في الحقيقه يجي كان باللوز اكاهو، اني حبيت نزيدوا شويه بيستاش. دونك 250 غرام فاكهه، الفاكهه مش مقليه ولازمها تكون كامله، وماذا بيكم اللوز يكون احمر بقشرته مش مقشر. هنا عندنا شويه بسباس، بسباس كعب، وعندنا 12 غرام خميره جاتو تقريبا، مش عارف فما ساشيت فيهم 10 غرامات فما ساشيت فيهم 15 غرام. دونك وزنت هيلكم بالميزان اللي هي 4 مغارف نتاع قهوه ممسوحين مسحان حاسيلو 12 غرام خميره جاتو. هذو المكونات نتاعنا، خلينا نبدا ونشوفوا كيفاش باش نعملوها. لهنا باش نخلطوا المكونات نتاعنا الكل، اذا تحبوا تعملوا في الباتور تنجموا، اذا تحبوا تعملوها من غير باتور على راحتكم، باش نعملها لكم من غير باتور باش الناس الكل تنجم تعملها وتشوفوا اللي هي وصفه سهله على الاخر. باش نحطوا المكونات نتاعنا، اول حاجه بسم الله العظم، اربع بيضات كاملين وابيض عظمه او ابيض بيضه، نحطوا بيان سور السكر، اذا تحبوا تنجموا تحطوا سكر فاني عادي من غير نكهه تنجموا، عندكم الاختيار في النكهات، تنجموا تحطوا شويه ماء عطرشيه شويه ماء زهر كيما تحبوا، اني اخترت نحط شويه ماء او السكر نتاع ماء زهر. وباش نحط الزيت، هذو المكونات الكل كي حطيتهم مع بعضهم، باش نضربهم شويه بالفوي جوست باش يتركزوا الكل مع بعضهم، مش باش نطلع فيهم هواء ولا باش نركضهم حتى يتبدل اللون، لا جوست باش المكونات الكل تتخلط مع بعضها. بسم الله، وهذو المكونات نتاعنا تخلطوا كيما ريتو. توا باش نبدا نحط المكونات الاخرى، اول حاجه باش نحط الفرينه بشويه بشويه، ومن بعد باش نعجنها بيدي. هذوما 150 غرام لولانيين وهذه 300 غرام، باش نزيدها بشويه بشويه. ولهنا باش نحط الخميره نتاعي، بسم الله، وتوا باش نعجنها بيدي، باش نزيد شويه الفرينه اللي عندي، اذا حسيتها نزلت ناقصه راني باش نزيدها شويه. باش نحط البسباس، باش نحط الفاكهه نتاعي كيما قلت لكم، اذا حسيتها ناقصه ما لمتش روحها بالكدا الفرينه راني باش نزيدها.
هنا وزنت 150 غرام، وباش نشوف قديش حطيت منها بالضبط. لهنا كيما ريتو عملنا بودام بالعجينه نتاعنا، العجينه نتاعنا باش نقسموها على 3 باش نعمل 3 بودام. باش نحط شويه زيت على الكونتوار على خاطر البات ياسر تتلصق وياسر خفيفه. باش ناخذو شويه اخرى بالطبيعه نمسحو يدينا بالباهي بالزيت، باش نلمو البات نتاعنا شويه باش تبدا مستويه. وباش نحطوها في البلاتو ونسفيوها. هنا عنا سباتول باش نسفيو بيها الجنبات ونحلوها على شكل مستطيل كيما قاعدين تراو. حاولوا نلموها شويه على خاطر هي فيها بزايد خميره، والخميره باش تحلها بالباهي في الفور. ماذا بيكم كي تحطوا البابي كويسون في الطبق حاولوا ما تخليوش يطلع من جنبات، الجنبات اللي باش تكون طالعه راهي البلاصه مش باش تحمر بالباهي، دونك ديما لازم يكون البابي كويسون قد البلاتو قد قد. فوالا خليني نعمل كابتي الاخرى ومن بعد نحطوها في الفور. هنا عنا العظمه حطيت عليها مغرفه حليب، مغرفه نتاع ماكله باش نحي الصفاره نتاع العظم، ما نحبوش ريحه اصفر العظمه يقعد لنا في البشكوطه. جوست نخلطوها شويه وندهنوا بها البسكوي نتاعنا. طب باش ندهنوه وندخلوه للفور، بالطبيعه كما قلت لكم الفور نتاعي راهو سخون على 180 درجه 175 درجه على نار من الفوق ومن اللوطه 20 دقيقة بالضبط وتسكروا عليه. سوفي يحمر شوية في الفور تخرجوه. في حالة حطيتو البسكوي بتاعكم وحسيتوه قاعد يعراض قاعد يتحل ما تخافوش، نورمال حاجة عادية على الاخر راهو الباتية طرية وتتحل بطبيعتها فيها بزايد خميرة، دونك باش تخشين وتتحل بالباهي في الفور. هذا تو باش ندخلو للفور على كيما قلت لكم 175 درجة من فوق ومن لوطا النار 20 دقيقة ونخرجو. وهذا خرجناهم من الفور وتوا باش نحطوهم يبردو على الأقل 3 سوايع، لازمهم يبردو بالباهي بالباهي على خاطر إذا باش نقصوهم وهما سخان راهم باش يتفتفتو ومش باش يجيو مستوين كيما نحبو. باش نغطيوهم بمنديلة وباش نخليوهم على جنب حتى لين يبردو ومن بعد نرجعو نقصوهم. هنا باش ناخذ سكينه ماضيه على الاخر وباش نبداو نقصوهم توا بردوا بالباهي. باش تبداو تعملوا العرض قد ما تحبوا نتوما كيما تحبوا العرض نتاعكم، ولازم سكينه ماضيه بالباهي بالباهي باش تقص لكم الفاكهه. فوالا كيما ريتو. وباش نحطوها في البلاتو باش نرجعوها باش نرجعوا نطيبوه شويه في الفور حتى يحمر مش يريت الكل. كما قاعدين نشوفوا مازال ني شويه، هذا باش يكمل يطيب توا في الفور. فوالا فوالا خليني نقص البسكوي نتاعي ومن بعد نرجع لكم. وهذا البسكوي نتاعي توا باش ندخلو للفور تقريبا 10 دقائق ل15 دقيقة على حسب هو قداش باش ياخذ وقت. باش نحمرو من جنبات الزوز من هنا ونقلبو زادا من تاني وكيف كيف نحمرو حتى لين ياخذ لون مزيان ويطيب بالكدا وييباس ويولي يتقرمش ومن بعد نخرجوه. هذو من المكونات نتاعنا باش نعملو السيترونات. أول حاجة باش نسحقو القارص أو السيترون. عندنا لهنا كيلو باش نستحقوا السيترون بيو للجماعه اللي يعيشوا في الخارج. اذا باش تستعملوا القارص الاخر لازمكم تقشروه على خاطر فما هذاك الشمع اللي على الغله يبدا
من مش باهي ناكلوه ومضر على الاخر. دونك يا اما تاخذوا القرص الاخر وتنحيوا له القشره وتوليو تقشروا حتى الابيض، حتى الابيض ما تخليوش باش ما يبداش مر برشا. واذا كان باش تاخذوا سيترون بيو تخليوه بقشوره بالطبيعه، تغسلوه بالكتاب الكتاب الحكاكه بالكتاب تنظفوه وتقصوه. يعني علاش قصيتو هيك؟ باش نحيت القلوب اللي فيه الكل. اذا باش تخليوه القلوب راهو باش يطلع لكم مر، هذاك علاش قصيتو هيك الكل ونحيت له القلوب اللي فيه الكل كعبه كعبه. قلبتو هذا كيلو كيلو، بعد ما توزنوه بعد ما تنحيوا القلوب وتنحيوا الجنبات الزايده بطبيعه نقصوا الجنبات الزايده بتاع القرصه ونقصوا هيك فلول فلول ولا كيما تحبوا الشكل اللي تحبوا عليه. عندي لهنا 500 غرام سكر اكثر او اقل باش نستعمله على حسب المذاق العبد كل واحد شنو يحب. دونك عندنا 50 غرام سكر فاني. الفاني كيما تحبوا نجمو نحطوها الكل نجمو نحطوها مش الكل، كيما قلت لكم هذا على حسب المذاق انتم كيفاش تحبوه. اتنوريكم اني كيفاش نعمل بالضبط وانتم عندكم الاختيار. والكيلو القرص باش ينحي لنا ما بين الايترتين ونص وثلاثة ايترات، او باش نزيدوا عليه ما بين الايترتين ونص وثلاثة ايترات ماء على حسب كيف الموسم نتاع القرص. اول حاجه باش ناخذوا ايترا ماء غليتها بالكدا بالكدا، غليتها في الكاس هذا باش نصبها على القرص. بسم الله ماء مغلي علاش حطيت له الماء يغلي؟ اول حاجه باش يطرى شويه. اذا عندكم قرص كونجيلي كيف تحطوا عليه شويه ماء سخون او ماء يغلي، غليته بالكدا بالكدا حتى لين بقبق وصبيته تقريبا ربع ساعه 4 دراج جوست باش يطرى شويه القرص نتاعنا وتتنحى المراره نتاع القشره. هذيك هي الحاجه الوحيده علاش نحطوه في الماء سخون. هذه الليترا الاولى باش نستعملوها، ما حناش باش نكبوها راه باش نستعملوها. عندنا لهنا السكر، عندي لهنا ايترا باش نحط من باش نحط ايترا ناقصه شويه 800 مليلتر تقريبا على السكر باش السكر نتاعنا يذوب. خلينا شويه جوست لهنا باش السكر نتاعنا يذوب، هذاك علاش صبيت الماء من تو باش نذوبوا السكر. ولهنا حطينا توا ايترا و 800 مليلتر ماء او اقل شويه 700 مليلتر تقريبا. هذا باش نخليه على جنب. توا باش نخليو السيترون تاعنا تقريبا ربع ساعه وبعد نرجعوا له باش نكملوا نخدموه. لهنا بعد ما تعديت ربع ساعة توا باش نحطو السيترون في لاباري باش نرحيوها في الكاس نتاع الجو العادي. لهنا باش ناخو اليد هذيا منقبة باش ما نطلعش الماء الكل، ما حاشيش باش نطلع برشا ماء في الرحيين جوست شوية وبرا على قد ما يترحالي او تسهل الرحيين متاعي. مش نحطو الكل بالطبيعة باش نرحي بشوية بشوية. دونك هنا ناقص الماء خنزيدها شويه باكا مغرفتين مش برشا. هنا باش ناخذ بول باش نحطو فيها اللي رحيناه كيما ريتو. هذه الرحيه الاخرى عملتو على رحيتين نحط الكعبات نتاعي الكل كما قلت لكم. اللي ما يحبش يعملوا بالقشور ينجم يحي القشور نتاع القرص، ولكن كي تقشروه قشروه بالكدا حتى الابيض ما تخليوش شيء، حتى القشره البيضاء تحيوها. باش نحطوا لهنا مغرفتين سيترون باش تسهل لنا مغرفتين ماء باش تسهل لنا الرحي. فوالا هنا عنا الماء اللي في ظلم القرص، هذاك اللي نفحنا فيه القرص، هذاك ديجا مصفي ما فيه حتى شيء. وهذه الكونتيتي اللي رحيناها نتاع السيترون، حركت نضرب فيها بالباهي فوالا. هذه كونتيتي سيترون اللي رحيناها. مازال عنا هذا الماء اللي عملناه بالسكر كيما ريتو ذا بالسكر الكل. وهذه شويه الفاني، توا مش نحطوا الفاني الكل مش نحطوا بشويه بشويه ونذوقوا. بالطبيعه عنا الماء الإترا وشوية اللي بزيلو إترا و300 مليلتر تقريبا باش نبدأ نحط بشوية بشوية القارص وباش نصفيه. ديجا هو مرحي
بيوري يعني ما في حد شيء. اما صرت ما قاعده قشره ولا دفشه ولا اي حاجه ما طرحتش بالباهي، ما نحبوهاش تقعد لنا في وسط الخليط نتاع السيترونات نتاعنا. هلا ونصفيو، زيدوا عليه بشويه بشويه الماء اللي عندنا، ونخلطوا حتى لين يهبط الكل. كيما ريتو هو مرحي بالكدا بالكدا، دونك مش باش يهبط، مش باش يقعد حتى شيء فيه. تصفي ولا شوف شنو باش نعمل، باش نحط شويه الماء اللي بالسكر تقريبا نشطر او اكثر شويه في وسط الخليط نتاعنا، باش نخلي شويه باش نشوفوا الحلاوه. نخلطوه بالباهي وباش نصفيوه بشوية بشوية. كان تحبوا تنجموا تكنجلوا الكونسنتري متاع هذا اللي من غير ماء من غير لحد شيء، الكونسنتري متاع السيدرا، واللي عنده الماكينة اللي ترحي الخضرة والغلة اللي تخرج القشور وحدها والجو وحده ينجم زيدا يستعملها. أما راهي تخرج لكم ياسر قشور وما تعطيكمش القوة متاع سيترونات. جربوا بالطريقة هادية وتفكروني. ولكن ماني توقع يهبط الكل. هلا. مش باش نصب الماء الكل، من بعد باش نشوف اذا يستحق ولا ونخفف على قد ما نحب اني. خليوني نصفي سيترون تاعي كلهم بعد نرجع لكم. هنا صفيت السيترون اللي عندي في الصحفه الكوليكي، كيما تراو بدلت في صحفه او شقاله بلاستيك كبيره على الاخر على خاطر الكوانتيتي كبيره شويه، وذقتو حسيتو ناقص سكر، دونك باش نزيد شويه الماء اللي بالسكر نتاعنا لهنا باش نحل شويه القارص او السيترون اللي مازال فيها باش نكمل نصبها. فوالا هذا سي. سي بون، صفينا السيترون تاعنا الكل. توا صفيناه على إترتين الماء، يعني الإتر الماء اللي حليناها وإتر الماء اللي غليناها، و 300 مليلتر اخرين اللي فضلوا شويه من ايترا ثالثه، دونك 700 مليلتر مازلنا ما استعملناهمش. طب باش نحركوا الكل بالباهي بالباهي ونشوفوا اذا خفيف او يستحق ماء اكثر ولا لا، وانتوما كيفاش تحبوا الكوب تاع السيترون تاعكم. نذوقوا الحلاوه ونذوقوا اسكو خفيف ولا لا. ما هي الحلاوه سي بون، ما نزيدوش شي بالكل، اني يظهر لي كافي. وانتم كيما تحبوا باش نحط جوست شويه الفاني توا. بسم الله نحط قشطر نخلط ونذوق شويه الفاني. راهي اختياريه، اللي يحب ما يحطش ما يحطش، اما راهي تبنن على الاخر. راني ما نعمل سيترون من غير فاني، من غير سكر فاني العادي. اذا كان تحبوا السيترونات يصبر لكم شهر واكثر من غير لا يقراص ولا يتبدل مطعمه ولا يجرى له حتى شيء، حطوا فيه مغرفه نتاع ماكله مش مليانه ممسوحه من الاسيد سيتريك، يعني من الاسيد نتاع القارص، يتباع عند اللي يبيعوا برودوي باتيسري. قولوا لهم اعطينا اسيد سيتريك تو يعطيوكم نعرفش ما يبيعوا بساشي ولا بال100 غرام ولا مش عارف كيفاش، ولكن حطوا فيه مغرفه على الكونتيتي هذي على الكيلو، حطوا مغرفه نتاع ماكله ممسوحه، راهو يصبر لكم ما يجرالو حتى شيء. اني جربته هذي انا محل باش نفرخها على صحابي مش يقعد منها حتى شيء، دونك هذاك علاش مش نحط منه ديجا توا ما عنديش منه. اللي يعيش في المانيا السيترونن زويرا، سيترونن زويرا هو اللي يستعملوه في اللي تحطوه في وسط القارص، الاسيد سيتريك حاصيله
هذا هو سيترونات متاعنا مش باش نزيدو ماء. راني فضلت 700 مليلتر قد قد ماء، دونك عملت على ايترتين و 300 مليلتر ماء حطيت فيه. نتوما عينكم ميزانكم، تحب تزيدوا اكثر تنجموا تزيدوا، تحبوا تعملوا اقل اقل نتوما كيفاش تحبوا القوه نتاعو. كيما قلت لكم ما بين ايترتين ونص و 3 ايترات يقطع لكم الكيلو قارص، كيف كيف على حسب القارص الحموضيه نتاعو والفصل اللي شريته فيه. دونك هذا حضر القارص نتاعي، خليني نحطه في دبابس، حطوا في دبابس بلاستيك ولا دبابس بلار، اغسلوه منيح 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 بماء سخون يغلي، نظفوهم وخليهم يستقطروا يشيحوا، ومن بعد حطوا فيهم القارص نتاعكم او السيترونات نتاعكم وسكروا عليه وحطوه في الفريجيدير، خليوه يبرد في عقله واشربوه صحه وبشفاء. فوالا هذا السيترونات نتاعنا، وهذا البسكوي كروكون حضر كيما قاعدين تشوفوا فيه، يابس كيما تراو يتقرمش وطيب بالقديم محمر مشيرت الكل. هذه هي الوصفة، كيما تشوفوا السيترونات راهو عاقد شوية، إذا تحبوا تزيدوا تخفوه تنجموا تخفوه، راهو جاني عاقد بالقديم، وانتم عندكم الاختيار إذا تحبوا تزيدوا تخفوه شوية تنجموا تزيدوه تقريبا إيترا ماء مش أكثر، باش يجيكم بنين وباش الماء ما يفصلش في الفكي تحط تخبيوه في الفريجيدير، الماء نتاعو ما يفصلش على السيترون، باش يقعد لكم السيترون باهي ويصبر لكم الباهي. حاولوا جوست وقت اللي تجيو باش تشربوا تزيدوا شويه ماء اذا حسيتوه شويه قوي، اذا تحبوا تزيدوا شويه سكر تنجموا تزيدوا، راهو كل ما يزيد يقعد اكثر كل ما يولي حامض اكثر تظهر فيه شويه المراره تنجموا تزيدوا شويه سكر. كما قلت لكم هذه هي وصفتنا، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها. وهذا زاد الكروكون نتاعنا اللي طلبتوه مني، ان شاء الله تعجبكم الوصفة، جربوها وعلى ضمانتي ياسر بنينة وخفيفة وريحة الزهر ياسر بنينة فيها. اذا ما عندكمش كما قلت لكم سكر فاني زهر حطوا الزهر العادي. حاصل هذه هي وصفتي، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها، ونقول لكم بسلامة.